مسلم يعني نجردو محمد المسلم الفنان والشخص، كون ما كنتيش دير الموسيقى، كون ما كانش هاد الشهرة وكان ما كانش هاد السوكسي، شنو كنتي غادير في حياتك ولا شنو كنتي غتكون في حياتك وشنو فضلتي دير في حياتك كإنسان عادي؟ شكون هو محمد؟ محمد شوف انا ما عارف يعني في الاول يلا ملي ساليت القرايه توجهت للنجاره، ما نعرف واش قابط حرفه كنت خدمت في النجاره انا. يا سلام. سنين ضربت شي 5 سنين في النجاره، تعلمت شويه يعني. طلعت مازال شويه ديال الكولاس كيجي، طلعت من 10 دراهم في السيمانه، طلعت 60 درهم في السيمانه. يا يعني وليتي حليفي شويه تبارك الله. ومن بعد لا وصلت لواحد النيفو ديال 60 درهم في النهار يعني. يا سلام. يعني كتجيك واحد 360 درهم واخيرا في السيمانه، نهار السبت كتشدها كتبان لك، عرفتي ولا؟ ما تحمق 360 درهم ياك وخيتها. واش نقول لك، نجار، ولكن ديما عندي انا ديك الفكره ديال ما نكتفيش باش لا، خاصني نكون عندي شي حاجه ديالي. ما فهمتش. ما خاصني نكون باترون يعني ديالي، واخا شي حاجه طابله. اي فهمت. ما نخدمش مع شي واحد، فهمتيني؟ من هاني الرغبه ديال المحل الاول الحوايج مثلا. انك تمشي تخدم الراسه وكذا، حتى هذاك المحل عاوتاني باش حليت المحل بالضحك، هذاك فهمتيني؟ ما بالضحك يعني، ما خاصني ندير محل الحوايج. تخيل كنقلب على الكره وما عندي حتى درهم. واش بصح؟ والله العظيم. من كدرتي؟ حيت انا ديما كنمشي بواحد الطريقه، كن بزاف الحوايج بحال الا كتعلق راسك بشي حاجه وكيبانوا لك الخرجات. فهمتك. فهمتي؟ تعلق فيها باش تفكر. صافي مشيت قلبت على الكرا، لقيت محل الكرا، صافي تفاهمت مع مولد الكرا، دابا خصني راس المال باش تجيب السلعه. لان صافي تونكاجيت، خصني راس المال دابا. راس المال سلف من هنا، سلف من هنا، سلف من هنا، فهمتيني؟ طلع جيب السلعه. جيب السلعه ما شاء الله، توكلنا على الله، رجع راس المال للموالي، طنطن سالينا، فهمتي؟